في الجماهير الشعبيه كبيره علينا، ان حتى حنا مارسنا ولنا دورنا يعني، وكنقدموا فيها انا قداتي بانه كم تغنينا بالشعبي وبالجماهير الشعبيه، ولكن حتى واحد فينا ما كيعرف ادنى منطقه من الشعب. فهذا شيء نحن نقول، نحن نخبه من المفكرين، من المحامون، من الاساتذه، من الطلبه، من الجماهير، لهم دورهم، كما ان للعمال دورهم، كما ان للنقابات دورهم، كما ان للاحزاب السياسيه دورها، كما ان للفرق الرياضيه دورها، كما ان لرجال الاعلام دورهم، كما ان كما نحن قلنا بشكل نحن نخبه. وانا اقول لكم سرا، واسمح لي السيد الرئيس، لاول مره اننا نؤسس، هذا هو الخلاف اللي كان عندي مع الاخوان، نحن نؤسس غير ب 20 الناس 30 ديال الناس. بالله العظيم قال لي غادي يجيو الناس وكذا ويشوفوا، يعني الناس مساكن اش غادي يجيو عندنا، مازال ما وجدناش اصلا تمشيو عند الناس. حنا في المغرب كامل كندورو 20 الناس على الاقل 30 بالمناظرة، وكنأسسو مكتب، بدينا بالمجلس الاداري وكذا، حتى المجلس الاداري زولناه، بمعنى هاد الجمعيه اللي غتأسس هنايا فيها غير مكتب، خمسه الناس وسبعه الناس يمشيو يخدموا ويشتغلوا، واللي بغى يرتبط بهم غير يرتبط بهم، ماشي كحركه يرتبط بهم كقضايا اجتماعيه. وهذا فهم اخر جديد تعلمته وانا في الطريق، لانه هذه الحركه ولاده كل يوم هي حبلى، حبلى كل يوم تلد، كل يوم يعني كتجينا فكره، لانه ما عنديش انا، ما جيش برنامج نطلقنا بنفسي ما صافي غير حاجه، تصبحنا في الدولي، تصبحنا في الوطني، ما عندناش اجوبه. انا كنقول لك انايا سياسه القرب يجب اولا ان نتكون ونتعلم ونشوفوا شنو هي سياسه القرب كيفاش نمارسوها. شي سياسه القرب ليست هي علم، هي علم من العلوم الاجتماعيه تدرس في الماستر وتدرس في ال1 وفي ال2 وفي الاس3 وفي ال4، هي تدرس في الدكتوراه، هي فيها مدارس وفيها مذاهب كبرى. ماشي سياسه القرب هي نقول لك انا نجي نقول لك انا غندير سياسه القفل، علاش ما غنديرهاش؟ مي غادي نبحث كيفاش هاد سياسه القرب نطبقها كعلم. انا بغيت واحد في العرايش، هذا الفكره النهار الاول اللي كان، الاخوان ما مشاوش معايا. حركه في مين فيها ثلاثه ديال البنات، ياك سكون ابيل اون سوسيولوجي لا ميوريتي اكتيف، حمقي العالم يعرضون جسدهم باش كيدير الاحتجاج النسائي ولا النسواني ولا شنو لهم هذا من قلب العالم. ما بقاش العالم دابا، الجماهير دوي عليها شنو تقدم ليها، علاش تهضر انت على الجماهير وتقول لي خصك تكون معايا ولا ما تكونش معايا ولا كذا وكذا. الجماهير انا نقول ودي اش نقدر نديرها ليها في العرايش، يمكن نشتغل على التعليم، او نشتغل على الثروه ولا الحوت ولا على كذا، او على الصناعه التقليديه، او على النساء، بارك واحد الوريش هنا صغير ونكبر معاه، ولكن يكون ديالي ديالي ديالي، ما كيتحكم لي فيه حتى شي واحد، ما كيشريه لي حتى شي واحد، ما كيعوج لي حتى شي واحد، ما كيضغط عليا فيه حتى شي واحد، صغير. هذه هي فكره حركه قادمون وقادرون، بمعنى النخبويه، وسندافع عن النخبويه. واليوم انا كنتفاجئ كنقول علاش هذا الكم كامل يا سيدي الرئيس؟ طبعا محقق ربما عندكم علائق كبيره، وعندكم الريزو ديالكم، وعندكم مصداقيتكم، وعندكم وجهكم، وعندكم تاريخكم ونضالياتكم، مزيان، طوبى لكم، مزيان. لكن نحن ما نريد هو ليفيكاسيتي، اون مينوريتي تخي 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 اكتيف اي اونكري دون لا سوسيتي. انا الا كان عندي واحد القصر اللي ضابط ليا القصر، كيخرج وقع مشكل في 4 الصباح جاني الخبر، لا غد ليك نصبح، بالله عليكم جاء الدخول الجامعي والمدرسي، حتى نقابه في المغرب حتى شي واحد ما قدم ورقه بمناسبه الدخول وبلغ، الا حركه قادمون حتى نقابه. حنا اللي طلبنا الوزير يدير الندوه الصحفيه، حنا اللي طلبنا الوزير قلنا له تعطي، وخص الحكومه الجايه تعطي وزير مكلف بالتعليم ديال العالم القروي، وتعطي وتعطي وتعطي، وعندنا بدائل غادي نعنوا عليها في الوقت المناسب. حنا مفكر ما عندنا حتى شي حاجه جاهزه، لو كانت عندنا شي حاجه جاهزه ما كنتوش غتكونوا معايا هنا، راك شميتي شي ريحه ماشي هي هذي. انا من حقي يكون عندي انتماء سياسي، من حقي نبدلو غدا، ومن حقي يكون عندي شي حاجه واحده اخرى، مي انا اليوم كنكون معاكم كنقول لكم هذا عهدي معاكم حول ما نحن ننتجه ونرسمه جميعا. كنظن عطيتك طار القياس يا حبيبي. نمشي لسي راشد، الشكر المتبادل، انا عارفك من المتتبعين ومن المخلصين، وانت تدعو لاحدى ما تنص عليه حركه قادمون هي الثقه بيننا، ياك وصلت الدار حتى لباب الدار، حتى اللي عنده شويه ديال الايمان ديالو ضعيف ولا شي حاجه ماشي مشكل،
وصل قدام تما بالدار ما ديرش شي متوكي كيبيع ولا كيشري في هادشي هذا حاكمو راه نتوما يوميا هنا كتحاكمو ماشي غير متوكي راه كتحاكمو صار من متوكي والمسؤولين ديالو كتشي لاغي ديالو نمشي للتواصل الاخ السميه ديالو سي صروخ صروخ سي صروخ نعم صروخ سي صروخ انا بغيت نقول لك حاجه اخرى فين هو سي صروخ بغيت نقول لك حاجه اخرى هذا الشيء كيقوله الناس كامل ملي كنقول له وقايه انا قلت اطفائي غير انا قلتها ها لا قلت انا اطفائي ياك ولكن يمكن يكون واحد الفرع من الفروع ديالنا يكون يعني مختص في المرافعه في المحاكم تاعنا المحاكم الاداريه يمكن يكون عندنا فرع مختص في تتبع جميع الدورات ديال المؤسسات الترابيه يمكن يكون عندنا اخ ولا اخت ولا فرع مختص في ما ينتجه البرلمان من تشريعات كذا وكذا لا بغينا نشكلوا هذا الشيء ونقول لكم واحد السر ماشي سر لانه تعلمتو في قديم وقادم السنه الفرع ديال الصفور كندخل كيبان لي شويه كذا شميت شي حاجه من يسار معين شي حاجه من احزاب معينه بلا ما نقول السميات ديالها والسوشيال قالت لي من الصاف ما تقدر يطرح لي السؤال قلت لهم شوف انا عارف انا شكون كنت احزاب كامله ولكن نقول لكم حاجه اخرى الحركه كتعاهدكم بان ملي كتقرب الانتخابات ثلاث شهور ولا بشهرين غتهبط الريدو وغتقول تدوز الانتخابات ربما هذيك مرحله الانتخابات رصدوا فيها خرقات ولا كذا وكذا وقلت لهم اسمعوا الاحزاب اللي معايا هنا مرحبا بكم في حركه قديم وقادر وفي جي الانتخابات سيروا ترشحوا بديك الالوان ديالكم واختاروا الوان اخرى يكفي تتحملون ياك هذه الافكار ياك وسير طبقها في الحزب ديالك اللي كياخذ التمويل باش يدير لك التكوين ويدير لك التقطيع ويدير لك الاشعار ما كيديرولوش ما كيديرو لك شيء انا كنوب عليه اسيدي وانا غندير لك التكوين ندير لك التقطير وبقى في الحزب ديالك وفاش تجي الانتخابات سير الحزب ديالك ولكن غتكون ولد الناس ولا بنت الناس وغادي تحمل واحد شويه من هذا الشيء هذا وربما ترجمو في الجماعه ديالك هذا ما نصبو اليه وهذا ما نحلم به مرحبا الاحزاب كامل اللي بغي يدخل ولكن على اساس هذا الميثاق ديال اننا في التكوين والتقطير وعمل نخبوي من اجل كذا وكذا وكذا قالت لي الاستاذ اللي جا من طنجه سي عزيز الحساني بغيت نقول لك ان تونات اللي ما كتعرفوش ربما كيعرفوا بعض منكم حركه قديم وقادر فوقاش تاسست 2015 وطبعا تاسست من اجل يعني واحد الصراع مع بعض الكائنات وكذا 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 نظرا لانتمائنا كان لابد من بعض المؤسسين في الحركه في جنينها في 2015 كان عليا انا ابن المنطقه نطلع لتما ما مرشح ما والو وندير كل شيء من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه في 2015 قبل لا ماكرون ولا يدير الله كانت تاسست حركه بوديموس وحنا ليغاموس اي بوديموس ليغاموس اي بوديموس ياك فبالتالي انه 2015 انطلقت حركه قديم وقديم قبل الحركه ديال ماكرون مرزق ماكرون ماكرونيه وكذا وغيترشح كذا هو الامين العام ديال الحزب وهو البام وكذا نهائيا وانتظر المستقبل اذا انا احييك وهذه الارض معطاءه كما هي رحبت بك انا كذلك عندي تاريخ طويل مع العائش ومن يعرفني على انني مجرد ما خرجت للسجن اول حركه مدنيه وجمعويه وطنيه ودوليه اللي انتميت لها هي لو فونور اللي دابا الفرع ديالو هو ايبوديل سنه 1994 وكنت احد المؤسسين ديال لو فونور